ارسنال السنه دي من الفرق الاكسايتنج جدا، عمل بري سيزون مفيش اجمد من كده. عندنا كم من الاوبشنز في كل المراكز اللي لا تعد ولا تحصى. خلينا نبدا بالجول كيبر رامز ديل بخمسة مليون، معقول في حراس مرمى ارخص شويه وفي حراس مرمى في نفس السعر زي ماندي ممكن يتجابه، لكن حارس مميز جدا بيعمل سيفز، ممكن بوتنشال الكلين شيت موجود. في المدافعين عندنا فئتين، الفئه الاولى ب 4.5 مليون زي بن وايت وصليبه، وانا في رايي الشخصي ان احنا نروح على صليبه لان بن وايت في حاله عوده تومي اسو الباك اليمين الياباني ممكن بن وايت تلاقيه دكه، وانا شايف ان صليبه هيكون واحد من احسن المدافعين في البريمير ليج السنه دي. الفئه الثانيه 5 مليون اللي هم جابرييل ماجاليس، مميز جدا في الضربات الرأسية وسجل أهداف كتيرة جدا الموسم اللي فات، وزينشينكو اللي أعتقد أنه يعني صعب جدا يقعد احتياطي، مش جاي من مانشستر سيتي عشان يكون احتياطي حتى لو تيرني رجع مرة تانية، وفي حالة عودة تيرني كباك شمال هنلاقي أن زينشينكو بيخش في منتصف الملعب. في نص الملعب برضو عندنا أوبشنز جامدة جدا، أولهم بوكايو ساكا 8 مليون ده أغلى واحد، ننزل بعد كده ل 6.5 مليون أوديجارد مميز جدا، وبعديه جابرييل مارتينيلي اللي ب 6 مليون، والتلاته الحقيقه شايف ان هم اوبشنز مميزه جدا، لازم على الاقل يكون عندك في نص ملعبك واحد من لعيبه ارسنال. وفي الهجوم اللعيب اللي انا اعتقد اكتر لعيب تم اختياره من كل لعيبه الفانتازي بريمير ليج جابرييل خيسوس.